يعطيكم العافية، معكم دكتورة زينة محمود من منصة قمة تعليمية. إن شاء الله اليوم رح نشرح معكم ليكتشر أو لاب 6 من مادة اللابات الأناتومي المسلز أوف ذا لور لمب. خلصنا باللاب الماضي المسلز أوف ذا أبر لمب، اليوم بدنا نحكي عن المسلز أوف ذا لور لمب. أوكي، لور لمب يعني الطرف السفلي. طيب هلأ هون بداية بدنا ندرس عضلات الفخذ، تمام؟ عضلات الفخذ. هلأ إحنا عارفين العضلة الكبيرة اللي عاملة الفخذ هي الكوادرايسبس. الكوادرايسبس فيمورس، اوكي الكوادرايسبس فيمورس. هلا هي اسمها كوادرايسبس، فمن اسمها كواد يعني بتتكون من اربع اشياء. كواد يعني اربع اشياء، بلاقي فيها اربع عضلات، تمام؟ اول عضله اللي هي بتكون مبينه فوق بسميها الريكتس فيمورس. طبعا ريكتس معناها شيء مستقيم، اوكي ريكتس. انا بحاول يعني اسهل عليكم الاسماء عشان تكونوا فاهمينهم، تمام؟ فعندي الريكتس فيمورس اللي هي بتكون العضله المستقيمه، اللي هي بتكون العضله اللي برا الظاهره عندي. العضلة الظاهرة عندي هاي الريكتس فيمورس اللي هي أصلها الأصل اللي هي من الكوادرايسبس فيمورس، بس لأنه هي لها أربع عضلات، هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة، فالعضلة اللي مبينة منهم هي الريكتس فيمورس. أوكي، هاي الريكتس فيمورس هي العضلة اللي مبينة. كيف عرفت إنه هاي الريكتس فيمورس؟ لأنه هي عضلة مستقيمة، هاي العضلة المستقيمة. أوكي تمام، لو أنا شلت هاي الريكتس فيمورس فأنا بدي أطلع هون، تمام؟ شلتها، شو بلاقي تحتيها؟ بلاقي تحتيها الفاستس انترميديس. انترميديس يعني بالنص، اوكي؟ فانا شلت الريكتس فيمورس، شلتها، رح لاقي تحتيها الفاستس انترميديس، تمام؟ هاي الفاستس انترميديس في على يمينها وعلى يسارها عضلتين، واحدة ميديالس جاية جهة الميديال، واحدة لاترالس جاية جهة اللاترال. هيك نقول خلصنا الكوادرايسبس فيمورس، بلشنا بالريكتس اللي هي جاية العضلة المستقيمة اللي جاية بالنص، اوكي؟ وهي عملت لي اغلب الفخذ، اوكي؟ لو شلتها هاي الرأس الأول، لو شلتها بلاقي عندي هاي الانترميديت اللي بتكون تحت مين؟ تحت الريكتس فيمورس، تمام؟ بعدين بلاقي واحدة على اليمين، أوكي واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. اللي على اليمين بسميها لأنها على جهة الميديال فاستس ميديس، وهاي فاستس لاترالس. أوكي طيب هلأ في عندي هاي العضلة، هاي عضلة الحزام، صح؟ كنا نحكي عنها بتشبه حزام الأمان، كانت تخليني أعمل يعني أحط رجل على رجل، صح؟ فهاي السارتوريوس، هاي اللي أنا حاطة عليها هيك بالأخضر، هاي السارتوريوس، تمام؟ هاي السارتوريوس. طيب فإحنا هون بهاي السلايد إيش عرفنا؟ عرفنا عندي الكوادرايسبس من اسمها كواد، فبتكون من أربعة مسل، ماشي؟ هاي بتكون العضلة الظاهرة، تمام؟ بعدين بلاقي أنا عندي الفاستس انترميديس بتكون تحت الريكتس فيمورس، وعندي الفاستس ميديالس جاي ميديالي لمين؟ ميديالي للفاستس انترميديس، وعندي لاترال لها الفاستس لاترالس، تمام؟ الفاستس لاترالس، تمام؟ عندي هون فوق الكوادرايسبس في عندي هاي العضلة الصغيرة، شو سميها؟ الإليوسوس، أوكي؟ البي ما بتنلفظ. عندي فوق العضلة الكوادرايسبس الإليوسوس، الإليوسوس هي العضلة اللي فوق الكوادرايسبس، تمام؟ اللي فوق الكوادرايسبس بسميها الإليوسوس. فمن هاي السلايد أنا طلعت بالسارتوريوس اللي هي عضلة الحزام، الكوادرايسبس اللي بتكون من أربع عروس، عندي هاي الريكتس المستقيمة، بعدين عندي ثلاثة فاستس، واحدة انترميديس، واحدة لاترالس، واحدة ميديالس، تمام؟ هاي هذول الكوادرايسبس فيمورس، وعندي فوق الكوادرايسبس بلاقي هاي العضلة الصغيرة بسميها الإليوسوس، تمام؟ تمام. طيب عندي هذا المثلث بحكي عنه الفيمورال تريانجل، اوكي؟ الفيمورال من فيمر من فخذ، تريانجل مثلث. هلا بنعرف هذا المثلث من ايش متكون. يجي هون، فعندي انا هون بداية هذا الليجمنت، هذا الليجمنت اسمه الانجواينال ليجمنت، الانجواينال ليجمنت أول جزء من جزء هذا المثلث، هي عامل لي البيس تبعت المثلث. بعدين عندي هاي العضلة مين؟ هاي السارتوريوس، وعندي هاي اللي هون، ننتبه مش هاي، مو هاي، لا هاي اللي هون اللي هي اسمها أدكتر، أدكتر لونجوس مش الأبدكتر، أوكي الأدكتر. فلو سألني الدكتور الترينجولر فيمورال، أوكي من إيش بتكون؟ بتكون عندي ترينجل، يعني بتكون عندي من ثلاث أشياء. شو الثلاث أشياء؟ أول إشي بدي أحط الصورة ببالي وأتذكر. فأنا من فوق بلاقي عندي الإنجواينال ليجمنت، من الجنب هون بلاقي عندي السارتوريوس على جهة اللاترال، وعلى جهة الميديا بلاقي عندي الأدكتر لونجس، هي هاي العضلة الأدكتر لونجس، تمام؟ تمام. طيب طيب هاي هون بورجيني الأدكتر لونجس، هاي هاي الأدكتر لونجس، هي هاي، تمام؟ مو هاي اللي جوا، هاي اللي جوا اسمها الجراسيلس، أوكي؟ هاي اللي جوا اسمها الجراسيلس. فعندي هاي الأدكتر والجراسيلس جنبها، مين عامل لي المثلث؟ هيك احنا المثلث تبعنا، عندي السارتوريوس الجراسيلس، وعندي هون الليجمنت اللي اسمه الانجواينال ليجمنت، اوكي وهذا الليجمنت هاد، ثم قصينه هون، هذا الليجمنت هاد هي مبين على هاي الجهة، هذا الانجواينال ليجمنت، تمام. طيب هاي من قدام. طب لو اجينا احنا بدنا ندرس الفخذ من ورا،
تلاقي هاي العضلة اللي جاية هون على جنب اسمها الأدكتور ماجنس، فهاي اللي جوا أوكي اللي جوا اسمها الأدكتور لونجس، واللي ورا لبرا اسمها الأدكتور ماجنس. هيك نحفظها تمام عشان نتذكرها. فنحكي اللي جوا اسمها الأدكتور لونجس، اللي جوا اسمها الأدكتور ماجنس، اللي برا عفوا. تمام. طيب نيجي هلا على هاي الصورة. بداية نبدأ بهاي الصورة، رح نعرف ان هاي العضلة اسمها الجلوتيس ماكسيمس. كان عندي ماكسيمس، كان عندي ميديس، كان عندي مينيمس، صح؟ حكينا الجلوتيس ماكسيمس تعمل لي الجزء الأكبر من الجلوتس، فعندي الجلوتيس ماكسيمس هاي العضلة الكبيرة اللي هون. تمام. طيب هاي اللي هيك اللي تيجي زي هيك الشريط الجراسيلس، اسمها جراسيل معناها شريط، اوكي؟ زي الشريط هيك، زي الشريط اسميها الجراسيلس. فهو انا شايفها من ورا، بس هي من قدام كمان بتبين، بين عندي من قدام من ورا، هاي الجراسيلس. فالجراسيلس لو حط لي عليها سهم من ورا بكون عارفها، تمام؟ بدي اكون عارفها. هاي الجراسيلس، هاي حكينا عنها شو هاي؟ هاي الادكتور ماجنس، تمام؟ هاي الادكتور ماجنس جاي على جهه اللاترال، اللي حكوا لها في الله. فعندي هنا الادكتور ماجنس وعندي هنا الجراسيلس، تمام؟ طيب هلا نشوف الفخذ من ورا، متكون عندي من البايسبس فيموريس، بايسبس فيموريس، تمام؟ وعندي السيمي تندينوسس. هاي البايسبس فيموريس بتكون على جهه اللاترال، ومبين احنا كيف نعرف اللاترال، تمام؟ هون الميديال وهون اللاترال. فانا عندي هاي البايسبس فيموريس جاي لاترالي، وعندي اللي جاي ميديالي السيمي تندينوسس، اوكي؟ طيب لو شلت انا هاي العضله، شلتها بلاقي تحتيهم، طلع وين السهم؟ لتحت لجوا، بلاقي تحتيهم السيمي ممبرينس، فنحفظهم سيمي تنديوسس سيمي ممبرينس. السيمي تنديوسس بتكون ميديال للبايسبس فيموريس، هون بتكون السيمي تنديوسس، وعندي السيمي ممبرينس تحت السيمي تنديوسس. فبكون حفظنا الفخذ من ورا، بتكون عندي من ثلاث عضلات. نرجع نعيدهم، هون بايسبس بتكون لاترالي، هون عندي السيمي تنديوسس بتكون ميديالي. لو شلت هاي، شلتها بدي الاقي تحتيها هون، وحط لي هون، انا شايف السهم هي لجوا، اوكي؟ بدي يكون عندي هاي السيمي ايش؟ ممبرينس. فهذا شو بسميه الباك اوف ثاي، هاي المنطقه ايش بسميها؟ بسميها الهامسترينج ماسل، الهامسترينج ماسل. هذول اللي هون بسميهم الهامسترينج ماسل. طيب خلصنا هاي الجزئيه، نيجي هلا هون. حكينا الجلوتس متكونه عندي من الجلوتس ماكسيمس ميديس ومينيمس. فعندي لو حط لي الدكتور انا مشوي لي عندي الجلوتس ماكسيمس، شلتها، فايش بدي اشوف هون؟ بدي الاقي هاي العظمة اسمها شو؟ الجلوتس ميدياس، اوكي؟ هاي العضلة الجلوتس ميدياس، تمام؟ هاي الميدياس. طيب طبعا عندي هدول العضلات، كيف بدي احفظهم هدول؟ انا كلهم تقريبا بيشبه بعض دكتور، انا كيف بدي اميز بينهم؟ بحكي لكم، حاطط لكم عليهم اختصار هيك صغير عشان تتذكروهم، تمام؟ عشان تتذكروهم. طلع هلا احنا عندنا اياهم هون، البريفورمس سوبيريور جيمالس، عندي الاوبتريتور انترنس انفيريور جيمالس، والكوادريتس ايش؟ فيمرس. ننتبه انه هاي كوادريتس فيمرس، بس هاي كوادرايسبس فيمرس، اوكي؟ ننتبه بينهم، انه يعني كثير كثير متوقع انه الدكتور يحط لكم الخيارات، يكون حاط لكم على هاي العضله، يكون حاط لكم كوادريتس فيمرس او الكوادرايسبس. كوادرايسبس ننتبه انه بيختلفوا عن بعض، الكوادرايسبس كانت العضله تاعت الفخذ الامامي. طيب كيف بدي اياكم تتذكروهم؟ هلا شوفوا البي والاس بس، اوكي؟ بس هاي بدي اياكم تقرؤوها، هي غلط بس بدي اياكم تقرؤوها. اوكي اوكي او اي كي، هاي نعتبرها كي عشان بس تزبط على النيمونيك اللي بدي اعطيكم اياها. فبس تشوفوا هذا المكان حطوا بالكم، بس اوكي بس اوكي. شو البس اوكي؟ البي بايريفورمس، الاس سوبيريور جيمالس. اوكي اوكي نبدا حفله، انا هيك كاتبيتها عشان بس تزبط، انا عارف انها بتنكتب هيك، اوكي؟ بس انا حطيتها هيك عشان تزبط على النيمونيك. الاو اوبتريتور انترنس، الاي انفيريور جيمالس، والكي اللي هي الكيو كوادريتس فيمرس. فلما نشوف هاي الرسمه هاي بنحط هذا النيمونيك، نيمونيك يعني اختصار هيك، نيمونيك هذا ببالنا بس. اوكي لنعمل حالنا ما نعرفش نكتب انجليزي، نكتبها هيك اوكي، تمام؟ نكتب الاوكي هيك بس اوكي. فالبي بايريفورمس، الاس سوبيريور جيمالس، مين جاي بين السوبيريور والانفيريور جيمالس؟ الاوبتريتور انترنس جاي بينهم. عندي هاي الكوادريتس مش كوادريسبس، اوكي؟ شو هدول وظيفتهم؟ يعملوا لي لاترال روتيترز اوف ذا ثاي. طب لو حط لي على هذا الشيء الابيض، هاي بتكون الكرييتر تروكانتر اوف ذا ثاي، اوكي؟ اوكي. فلو اجينا هون مره ثانيه، يلا شفنا هذا المكان. اول شيء هاي الجلوتس ميديس، هاي الجلوتس ميديس، خلصنا منها، خلصنا منها. طب شفنا هذا الشيء العجقه اللي هون، يلا يا دكتوره هاي بدنا نحط ايش؟ بس
نعرفش نكتب انجليزي طيب بس اوكي. فعندي هون البي باي ريفورمس، الاس سوبيريور جيمينس، الاو اوبتيريتور انترنس، الاي انفيريور جيمينس، والكيو هي الكوادريتس مش كوادريسبس. عندي هذا النيرف، هذا توقع عليه سؤال، هذا النيرف اللي بمرق من عند السبيريور جيمينس بنزل هيك من قدامها بكون تحت الباي ريفورمس، هذا هو السياتيك نيرف. اوكي هذا مين؟ هذا السياتيك نيرف. طيب هاي هذول بتحفظوهم بتحفظوهم هيك بس اوكي. طب نيجي هلا هون، هون عندي الفرونت اوف ذا ليج، الفرونت اوف ذا ليج. طيب هلا احنا بدايه عارفين انه هذا الميديال ميلنس وهذا اللاترال ميلنس اللي هو الزر تبع الرجل، في عندي واحد يمين واحد يسار. طيب هلا هون لما اشوف كلمه هالوسيس معناها الاصبع الكبير. طيب فلو حطلي على هاي العضله بدي الحقها، بدي الحق التندون تبعها، يعني ماشي فيها ماشي فيها ماشي فيها، هي والله رايحه على الاصبع الكبير، فبدي ادور بالخيارات على اي خيار مكتوب فيه هالوسيس لانه هي رايحه على الاصبع الكبير. تمام، بدي ادور بالخيارات على اي خيار مكتوب فيه هالوسيس، طبعا لونجس لانها طويله، طلع قديش طويله التندون تبعها، بدي ادور على اي خيار مكتوب فيه هالوسيس لونجس. طيب الدكتور لحقنا هاي العضله وشفناها واصله على الاصبع الكبير، عرفنا انها هالوسيس لونجس، عرفنا انها هالوسيس لونجس. طيب كيف بدي اعرف اذا هي اكستنسر ولا فليكسر؟ بحكي لكم ان احنا كنا بالابر لم بنحكي انه الفرونت بيكونوا فليكسر بس الباك بيكونوا اكستنسر، باللور لي باللور لم بدنا نعكس، بصيروا الفرونت، هاي القاعدة أصلا من أيام النظري، بصيروا الفرونت هم إكستنسر والباك اللي ورا هم الفليكسر. أوكي فهاي قاعدة إنه الفرونت، أوكي الفرونت هم إكستنسر، فبما إني أنا بالرجل من قدام فتتكون إيش؟ تتكون إكستنسر هالوسيس لونجس. طب خلصنا منها؟ خلصنا. طيب كيف نعرف؟ هلا خلص خلصنا عرفنا إنها إكستنسر، خلص عرفنا إن لما أشوف أي إشي فرونت من الليج بدي أعرف إنه هاي بتكون إكستنسر مو فليكسر، فأي خيار مكتوب فيه فليكسر بدي أشطبه. تمام. طب هاي العضلة يلا نلحقها، هايها هون لاح، هاي رايحة على هاد وعلى هاد وعلى هاد، رايحة على الأصابع والله يا دكتورة. طيب رايحة على الأصابع، عينة بعينة بدها تكون ديجيتورم صح؟ ديجيتورم. طيب ديجيتورم وطويلة لونجس، فإكستنسر ديجيتورم لونجس. أوكي إكستنسر ديجيتورم لونجس. تمام عرفنا ليش إكستنسر، فهاي طريقة سهلة عشان تعرفوا كيف نميز العضلات، كيف نميز العضلات. طيب هاي العضلة، طيب هاي العضلة أول إشي anterior لأنها هي من قدام، لأنه في عندي زيها posterior لأنها من قدام. تاني إشي tibialis لأنها هي جهة التيبيا، مش أنا عندي هون التيبيا وهون الفيبيولا، هون التيبيا وهون الفيبيولا صح؟ فهي tibialis لأنها جهة التيبيا، جاية على عظمة التيبيا هايها، ومو واصلة مو واصلة للأصبع الكبير، فما حتكون هالاسيس. تمام هيها واصلة عند التيبيا خلص مخلصة هون. تمام فإيش بسميها؟ بسميها تيبيالس انتيرير. ايش بسميها؟ بسميها تيبيالس انتيرير. تمام طيب هون حكينا اللاترال وهون الميديال. طيب حط نشوف هدول، هدول نفسهم بس احنا نختبر حالنا. هاي نلحقها يلا، وين رايحه؟ رايحه على الاصبع الكبير، فهالوسيس لانه اصبع كبير. طيب وعندي لونجوس لانها طويله، واكستنسر لانها من قدام، لانها من قدام اكستنشن. طيب عندي هاي، هاي رايحه على الاصابع كلها ديجيتورم. تمام ديجيتورم اوكي، راح تكون كمان اكستنسر لانها قدام وطويله فلونجس. حكينا هاي لانها جهه التي بدي اسميها شو؟ تيبيالس انتيرير. طيب نيجي هلا لللاترال فيو تاع الليج من جنب، تدرسها من جنب. كلنا بنعرف الجي بي اس صح؟ كلنا بنعرف الجي بي اس، بس هون بدنا نكتب جي اس بي، يعني بدنا نعكس بين الاس والبي. طيب بدنا نعكس بين الاس والبي عشان نربط هذول العضلات. كلنا بنعرف الجي بي اس اوكي، أنا ما بدي أكتب جي بي اس، بدي أكتب جي اس بي. طيب بدي أعكس بين هذول الحرفين. طيب فأنا عندي هون ال الجي الجاسترو نسمس، أوكي الجاسترو نسمس، هاي أنا حطيت جي اس بي الجي جاسترو نسمس. طيب لو شلت الجي، أنا شلت الجاسترو نسمس هاي، بدي أشيلها بلاقي تحتيها السوليوس. تمام وهاي اللي جاي هون اسمها البرينيوس لانجوس، البرينيوس لانجوس. تمام كيف حفظناهم؟ جي بي اس، بس نعكس بين هذول الاثنين اس و بي. طيب 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 هاي البرينيوس لونجوس، عندي هون وحده هون بتكون هون تمام لجوا هون، بسميها البرينيوس بريفيس بس ما بدي تركزوا لي عليها. تمام خلص خلينا على الدكتور كاتبه البرينيوس لونجوس. طيب هاي، طيب اللي جهه التيبيا مش حكينا عنها التيبيالس انتيرير لانها جهه التيبيا صح؟ هاي جهه التيبيا، هاي لجوا لجوا، لو لحقناها هي لجوا بس مبينه معاي من جهه اللاترال. اوكي طيب هاي، هاي خلينا نلحقها، هاي لحقناها والله يا دكتوره رايحه على الاصابع، معناته هي بتكون الاكستنسر ديجيتورم لونجس. هي نفسها هاي بس مبينه من اللاترال فيو، اوكي نفسها هاي بس مبينه من اللاترال فيو.
كيف عرفنا انه احنا باللاتر ريفيو؟ من الاصبع الصغير، تمام، لان الاصبع الكبير هو بيكون ميديالي. تمام بس هون بدكم تكونوا يعني مركزين تعرفوا انه هاي تيبيارز انتيرير مش الهالوسس، انا مش مبين معي وين رايحه، تمام، مو مبين معي، يعني يمكن اخربط فيها افكرها لاحق الكبير، لا هون بدنا نركز ننتبه انه هاي تيبيارز انتيرير. تمام طيب نشوف هلا الرجل من ورا. من ورا ايش في عندي بالرجل من ورا؟ حكينا من الجنب، انا هون طلع انا بدرس من جنب، بس انا مبين عندي اشياء من ورا ومبين عندي اشياء من قدام، بس انا مبدئيا مبين عندي من اللاترال بس هي البرينيس لونجوس، هاي اللي جهه اللاترال، بس مبين عندي اشياء، انا لامحه اطراف من الاشياء الباك ولامحه اطراف من الاشياء الانتيرير. تمام، فلو اجيت ادرس اللي ورا مزبوط نفسهم، هاي الجاسترونيسمس، طب لو شلت الجاسترونيسمس، هي الجاسترونيسمس هاي من جهه اللاترال انا عم بدرسهم، هاي الجاسترونيسمس، لو شلت الجاسترونيسمس ايش بتحكيها؟ تحكيها السوليس، هاي جي اس بي صح، هيك درسناهم، فهاي الجاسترونيسمس، هاي السوليس، هاي البي اللي هي البرينيس لونجوس صح. طيب هاي من ورا انا عندي الجاسترونيسمس، لو شلت الجاسترو هاي بتكون هيك الجاسترو، هيك معبيت لي هذا المكان، لو شلت جزء منها بدي الاقي تحتيها السوليس. طيب هاي العضلة اللي بتشبه زي الريشة، اعتبروا زي هيك زي كأنها هاي الريشة، وهاي الفرشاية تبعتها تاعت الرسم. تمام، هاي من اسمها بلانت، اوكي، تكون ايش بلانتارس، زي كأنه حدا عم برسم، تمام، زي كأنه حدا عم برسم، هاي بلانتارس. طيب هاي بلانتارس، هاي العضلة الرسم، نكتب عليها ايش؟ عضلة الرسم. طيب تشبه الريشة، هاي بتشبه الريشة، هاي بدي اسميها عضلة الرسم. لو شفت هاي العضلة اللي بتشبه الريشة راح بعرف انه هاي البلانتارس، عرفنا انه هاي الجاسترونيسمس، وتحتيها تحتيها تكون عندي السوليوس. طيب هون في عندي اشي مهم، وفي يعني متوقع انه يجي عليها سؤال، تندو كالسينيس، اوكي شو هذا التندو كالسينيس او التندو تندون كالكينيس؟ اوكي تنلفظ بالجهتين. هلا الكالكينيس هي العظمة تاعت الرجل من ورا، لما درسنا الرجل باللاب الماضي عرفنا انه العظمة اللي هون هي الكالكينيس بون صح. وهلا شوفوا الجاسترونيسمس والسوليوس وكمان البلانتارس، هذول الثلاث بتجمعوا بعملوا لي هذا التندون، بعملوا لي هذا الابيض اللي بيروح بشبك بهاي العظمه. تمام، لو سالني التندوكالكينيس مين عمل لي اياه؟ عمل لي اياه هاي وهاي وهاي. تمام، والتندوكالكينيس له اسم ثاني، واسمه الثاني مهم، تندو اكيلس، اوكي تندو اكيلس اسمه الثاني مهم. طيب لو سالني التندوكالكينيس من ايش متكون؟ مكون عندي من ثلاثة ماسلز، الجاسترونيميس، وعندي السوليس والبلانتارس، شفناهم. تمام، هاي الجاسترونيميس شوفوا قبل ما يشيلوا هاي، لو شلنا هاي بين عندي السوليس. طيب وهاي من ورا، مش احنا حكينا البرينيس لونجوس هي جهه اللاترال، البرينيس لونجوس هي جهه اللاترال صح. طيب هون البرينيس لونجوس مبينه عندي من جهه من ورا، مبينة عندي من ورا، بس هي مفروض تكون لاترال، بس مبين عندي طرفها من ورا. كيف بدي أعرف إنه هاي البرينيس لونجوس؟ البرينيس لونجوس هون جاية عند اللاترال مليليس، أوكي؟ جاية هون عند اللاترال مليليس. فلما أشوف أنا هاي العضلة، وين كنا إحنا هون؟ لما أشوف هاي العضلة جاية عند اللاترال مليليس، أوكي؟ جاية على اللاترال مليليس، بعرف إنه هاي البرينيس لونجوس. كيف أعرف هاي؟ بعرفها عن طريق إنها رايحة على اللاترال مليليس، أوكي؟ بعرف إنه هاي البرينيس لونجوس هي هون. بعرف انه هاي البرينيس لونجوس لانها رايحة صابة هون عند اللاترال مليليس. طيب شو كاتب لي هون؟ كيف بدي اعرف اللاترال ميديان؟ عن طريق السيمي ميمبرينيس والسنتيميونس، هذا بكون ميديان، اما البايسبس بتكون لاترال. هذا الحكي عارفينه، هذا الحكي قصده هون فوق، قصده فوق هون لما درسنا هاي المنطقة. طيب لنفرض انه الدكتور جاب لي الصورة هيك، لانه لو جاب لي اياها هيك فهي واضحة وين اللاترال، واضح وين الميديان. لو جاب لي الدكتور الصورة هيك، تمام، حتكون عندي البايسبس، صح كان هاي البايسبس، البايسبس لاترال، والسيمي تنديونس بكون ميديال، اوكي؟ حكينا تحت السيمي تنديونس عندي سيمي ميمبرينس، هذول اللي سميناهم الهامسترينج مسل، اوكي؟ هذول الهامسترينج مسل. طيب خلصنا هون، اوكي نيجي هون. هلا حكينا اللي ورا، اللي ورا حكينا باللور ليج، احنا بدل ما نحكي عنهم يعني كنا بالابر ليمب نحكي عن الاشياء اللي ورا بيعملوا اكستنسر، حكينا باللور ليمب بنعكس، خليني اكتب لكم اياها عشان تتذكروها، بالابر ليمب اوكي الفرونت بكونوا بيعملوا فليكسر، والباك بيعملوا اكستنسر. تمام، باللور ليمب الفرونت بيعملوا اكستنسر، هذا الاشي بيفيدني جدا باستثناء الخيارات، والباك بيعملوا لي فليكسر.
فلو الدكتور جايب لي صورة من وراء أي خيار فيه إكستنسر بدي أشيله، لأن أنا عندي قاعدة ماشي عليها. تمام، أنا عندي قاعدة ماشي عليها. طيب أول إشي عندي هاي العضلة، هاي اسمها البوبليتيس، بتكون ورا الني. أنا عندي هاي الركبة وراها في عندي هاي العضلة، إيش بسميها؟ بوبليتيس. كيف أعرف إنه هاي البوبليتيس؟ لما درسنا إحنا المادة النظرية كنا نعرف إن الركبة من وراء شو بسمي هاي المنطقة اللي هون، بسميها البوبليتيس فوسا، صح؟ فعشان هيك المسل اسمها من اسم المكان اللي هي كانت موجودة فيه. تمام، فهاي عندي البوبليتيس، تمام، هون من قدام عندي الركبة، فوراها بدي يكون عندها البوبليتيس فوسا، فبالتالي المسل اللي طالعة منها هاي اسمها البوبليتيس مسل. هي عرفنا كيف نميز البوبليتيس. طيب حكينا في عندي تيبيالس انتيرير، صح؟ مش حكيت لكم في عندي تيبيالس انتيرير ونميز الانتيرير لانه في عندي بوستيرير. هاي التيبيالس انتيرير، هاي التيبيالس انتيرير، اوكي. طيب هلا في عندنا هون الفليكسور هالوسيس لونجوس. هلا شوفوا هذول المسلز مش مبين معاكم هم ورايحين، بس مبدئيا هم ايش بيعملوا؟ بيجوا هون هيك بمرقوا، بينزلوا من تحت الرجل وبروحوا على الاصابع. تمام، فإنس أنت مو مبين معاكم كيف هم رايحين، فهون يعني بعينكم الله بدكم تحفظوهم. تمام، بدكم تحفظوهم لأنه مش مبين معاكم هم وين رايحين، مو مبين معاكم وين رايحين، لأنه هم بنزلوا من تحت الرجل وبروحوا على الأصابع. طيب فهاي اللي بتكون بالنص، هاي اللي بتكون بالنص تكون الفليكسور هالوسيس لونجوس، وهاي تكون الفليكسور ديجيتورم لونجوس. طب هالوسيس شي يعني رايحة على الأصبع الكبير، صح؟ يعني رايحة على الأصبع الكبير. فبدي أعطيكم طريقة تميزوها فيها، إنه هاي رايحة على الأصبع الكبير، فمن اسمها إشي كبير، أصبع كبير، فبدها تكون أكبر من تاعة الديجيتورم. تمام، هيك أنا هيك يعني إذا حدا حاب يخفف عن حاله يعرف يعني إنه يحفظهم ما ينسى. هالوسيس يعني رايحة على الأصبع الكبير، رايحة وين؟ هالوسيس أنا حكيت لكم هالوسيس معناها أصبع كبير، أصبع كبير، فالكبير معناتها تكون هي أكبر، أكبر هيك بدنا نحفظها. تمام، فلما أشوف هاي العضلة اللي بالنص أكبر من هاي، صح؟ أكبر من هاي، فبالتالي هاي ده تكون الهالوسيس اللي هي أصبع كبير، وهاي تكون إيش؟ فليكسر ديجيتورم لونجوس. وهلا حلينا مشكلة هاي، حكينا هاي حلينا مشكلتها كيف؟ قلنا إنه ورا الركبة أنا عندي هاي المنطقة ورا الركبة البوبليتيس فوسا، فأنا إيش هاي بسميها المسل؟ بسميها البوبليتيس مسل. طيب عندي هون هاي إيش بدي أسميها؟ هاي التيبيالس بوستيرير، التيبيالس بوستيرير. عم بحاول بس أشوف لكم إشي، أوكي بتقدروا إنه تحفظوها هيك. تمام، بتقدروا بس تعملوا هيك هون خط، وهون مع هاي مع هذا الأرتري تحطوا هيك حرف التي، بتعرف إنه هاي تيبيالس بوستيرير، أوكي؟ هاي عشان تتذكروا إنه هاي تيبيالس بوستيرير. فهيك هاي تيبيالس بوستيرير، هاي اللي طلعت من عند بابليتس فوسا هي بابليتس مسل، وهاي الكبير يا هالوسيس لونجوس، هالوسيس أصبع كبير فتكون أكبر، وعندي الفليكسر ديجيتورم لونجوس هي اللي جاية هون. طيب فهيك نكون خلصنا محاضرتنا اليوم، يعطيكم ألف عافية يا رب.